حميد يا احمد عاصي امر مركز تدريب اسعد سيدي. تكونون اذانا صاغيه لهاي التوجيهات وتسمعون وتنفذون التوجيهات اللي راح يتكلم بها السيد القائد. هذه فرصه لكم لا تضيعوها. اريد التدريب يكون باكثر رقي، اكثر تقدم، باكثر مواظبه، مثل ما اكو حافز يعني اذا يكونون يمشون مسير يوم تنزلونهم من وقت ما يلتزم تعجزون للمغرب. هو امر الكربيوس وعرفاء الموجودين ضباط الصف. وين ضباط الصف؟ نعم سيدي. يحجز الكردوس او الفصيل اللي نشوفها قدام الكرم وعند الدجاب. شوفوها هذا المغرب. واذا تكون الوضعيه افضل تشوف اكو استجابه بالعكس. يكون هناك ثواب ويكون عقاب. هذا المبدا لازم تعملون به كضباط تدريب وضباط صف.